أمير، شو صاير؟ رحت لعند فريحة بارح على بيتها، سكرت الباب بوشي وجونجا عم تقول إنها ما حكت شي. ليش جونجا؟ شو بدها تحكي لفريحة؟ يا كوراي، هاندا هديك الليلة بعد ما اجيت لعندك شي رائع يا كل واحد عم بيتابع من محل ما وقف وما حدا عم يحكي مع هاندا. يلا احضنوا بعض وتصالحوا، وانا حملت القسية مو هيك؟ هاندا امير، انت وثقت بكل شي انا وثقت فيه، هلا بس انا المذنبة؟ يلا بخاطرك. حتى ما عم يطلع بوشي. لو اعطيتي كوراي الجهد يلي ضيعتيه علي كنت قدرت حل المشاكل بيناتكم.